نكتتي بعد حي فيزي 2003 مسكن. جينا اليوم عندنا مطالب. المطلب الاول تاعنا هو تسليم ليلو 460 ريزولوجمون اللي راهو مكتمل عنده دي موا ديجا هو واجد ما حبوش يسلموه لنا. وباش المطلب الثاني باش تجي تستالي لا سوسيتي تورك اللي جات نهار الخميس باش تحط لا كلوتور وتبدا في لي 400 لي 500 و لي بلوتو لي 500 لي 600 مع لي 430 لوجمون ما خلاوهمش لي سوتريتون هنايا تاع بليكاز ما خلاوهمش يدخلوا ما خلاوهمش يبداو يخدموا. المطالب الاساسيه باينه ويعطونا اون دات ويعطيه يعطونا يسلمونا المفاتيح تاع لي 473 مع العماره 21 ويعطوا له الدياس باش ديماري الشركه التركيه واش تبقى في الموقع. عندنا روتار تاع المشروع ديماره في ديسمبر لو دياس كان في ديسمبر 2019 راهو دوك صافيك في 4 انا انا اونطامي لا 5 اني عندنا 26 شهر روتار. نهار الخميس جات الشركه التركيه باش تدخل الموقع باش تبدا الاشغال. حتى جاوا المقاولين الفاشلين اللي يحبوا ياخذوا سكنات كراهينه عندهم دروكا الشركه التركيه ما حبوش يكملوا لا تسليم سكنات لا خروج من الموقع باش الشركه التركيه تدخل. حنا دوك هنا رانا هنا ما نبوجوش من هنايا حتى تجي ديجي تاع لا ديال وكاع المسؤولين المعنيين بهذه القضيه باش يصيبوا حل نهائي لهذا المشكل هذايا. خاطرش السكن المكتتبين كما يقول بالعربيه الفصحى طفح الكيل سي بون. لازم دوك كل واحد يتاخذ المسؤوليات تاعو. المكتتبين هما حاكمين المسؤوليات تاعهم واقفين على السكنات تاعهم. ان شاء الله المسؤولين يكونوا عند وعد تاعهم ويسلموا السكنات في الاوقات في الاجل المحدده. المنطقه هذه راهي تهجرت من 97 من وقت يرحل ودرك الناس اللي راهي رجعت الشيء اللي راهو هلك الناس هنا. الطريق ما كملتش ماشي مخدومه. هذو ديما راهو باش يخدموها يخرجوها منا تخرج للبور وتخرج حتى الاربع اللي هنا. السكان راهي فايت 400 نفس اللي كانت تسكن لهنا من قبل من الضعف ومن كذا راحت الناس من غير الطريق ما كانش تريسيتي ما كانش كلش ما كانش. درك امام الماء راني غير في قريب 14 و16 الف شجر الماء درك في جوي اوت خلاص يبس الشجر يروح. هما هنا لو كان خدمونا غير هنا الفراش هذا كي نفوتوا منا ونطلعوا الفوق تاع الواد هذا اللي يهبط يديروا فراش الماء يكفي القريه هذه منا يكفيها قدر. خاطرش حنا الماء هنا جوي اوت راهو ما كانش يحبس الواد. احنا المشكل تاعنا هنا لازم يديروا لنا حل فراش في الخنقه هذه هنا فراش يكفي عبك الواد هنايا راهو يجيب عام كامل هو يمشي عام كامل يمشي هذا الواد هذا ويهبط نقول لك يخرج حتى لتحت وتلتحت فهمتني. بصح كون تندار فراش لهنا ما عادش يخص الماء هنا خلاص هكاك يعطيها ربي. الثلج بالمنطقه هذه واعره وراهي المنطقه هذه راهي منطقه سياحيه نورمالمون. هذه راهي منطقه سياحيه لو كان لقات الرجال راهي تخرج منطقه سياحيه لو تتخدم الطريق ويجيبوا التريسيتي ويخدموا ويديروا باراج الفوق تاع واسمو الناس راهي تستفاد اكل. انت كاين واحد 14 ولا 15 نفس الشجره المواطن يعاني تلحق وقت الفائده الماء راح ما كانش. الشجره راها مغروسه هنايا باغيين سولدات باغيين مثلا باراج الفوق اي لو كان يدير باراج هنا الفوق درك ايه استفاد بناء في واحد الطريق بعد او يبني ما شاء الله. احنا يعني نشكر السلطات على المبادره هذه لكن ماذا بينا يزيدوا يعاونوا في بناء ريفي باش السكان اللي في تازولت يطلعوا هنا. ونتمناو المنطقه هذه تكون منطقه سياحيه. اولا قبل شيء نرحب بالضيوف الكرام هنا في مدينه تبسة المدينه المضيفه. هذه المرحله الثانيه لكاس الجزائر اللي تنظمها يعني المره الثانيه ان ولايه تبسة تنظم هذه التظاهره. تظاهره اللي نقدر نقول الانطلاقات تاعها راهي ناجحه وهذا بمشاركه 120 دراج من يمثلوا 19 فريق من 11 ولايه. نظن بلي ان يعني كل
الظروف هيئت وضعت تحت التصرف لجنه التنظيم لانجاح هذه التظاهره، واللي شرفنا اليوم السيد والي الولايه في الانطلاق تحت الدوره، والذي يعني هي على مدار يومين. بالنسبه للفرق المشاركه كاين حوالي 17 فريق، نظن اللي اونجاجي نورمالمون عندنا 130 140 مي لو ريالمون اليوم سو لو ديبار راح يكون حوالي 75 حتى 80 دراج نظن في صنف الاجمال. نظن هو المرحله هذه راح تكون على يومين، يوم سباق ضد الساعه اللي راح يكون على مسافه 9 كيلومتر، راح يكون فيه تنقيط بالنسبه حسب الفرق والفردي. غدا راح يكون سباق على التاريخ اللي راح يكون كذلك في حوالي 50 كيلومتر، ويعني بعد المرحله هذه مرحله بسكره راح يخرج الترتيب العام ان شاء الله لكاس الجمهوريه على ان تكون المراحل القادمه في السي بن عباس. نظن الحمد لله التوسع، خاصه يعني احنا كنا نهزوا الولايه يعني مؤخرا يعني انضمت يعني هي على سبيل المثال تبسا، كذلك هناك تلمسان، عندنا كذلك ويتسوف، نظن هذه رابطات جديده اللي نظن نطلقس ان شاء الله. الحمد لله مع دمسيه المدير هنا نتمنى مستقبلا ان تكون عندنا رابطه يعني على مستوى ولايه تبسا اللي تشرف يعني بصفه على عامه الجانب التقني وتنسق مع الاتحاديه الجزائريه للدراجة. ابت مديريه الصحه والسكان لولايه تبسا الا ان تشارك في هذه التظاهره الرياضيه الكبرى، وهذا عن طريق توفير عن طريق طاقم طبي وشبه طبي واخصائيين نفسانيين من اجل اغتنام الفرصه والتحسيس بمكافحه خطر المخدرات، التحسيس ضد الاجراءات الوقائيه فيروس كوفيد 19 وكذا اهميه التلقيح. كما ان مديريه الصحه والسكان اشرفت على تنظيم البروتوكول الصحي لهذه التظاهره وكذا التغطية الصحية لكل مجريات هذه التظاهرة الرياضية منذ بدايتها حتى انتهائها. هذا المهرجان الوطني اللي يتكون من عدة منافسات ومسابقات في الفنون، من بينها المسرح، مسابقة فيلم قصير، أشياء كما تحتوي أيضا على ورشات تربوسية للتمثيل والكتابة الدرامية في عدة فنون، بالإضافة إلى فنون الأمشية كمعارض وفنون. نعيم بسام تنطلق فعاليات أيام الربيع الثقافي ومشاركتنا وحضورنا لدعم جمعية أحباب المسرح للفنون الدرامية لعين بسام هو إلا تدعيمنا لهم، وأيضا يعني أردنا أن نحاول أن نبرز الفن الأصيل في هذه المنطقة. واليوم في هذه الأيام سيحضر معنا هواة المسرح وهواة السينما هذا الفن الأصيل يعني الذي يبدع فيه الكثير من الشباب والجمعيات، وما نود ان نرسله كرساله ان يعني الثقافه بمختلف يعني فنونها وتنوعها مدى بنا ان شاء الله توصل الى مختلف البلديات ومختلف المناطق النائيه، يعني وحنا رانا هنا باش ندعمهم ونرافقهم في انجاح كل التظاهرات. اي صافي بليزير، اول خطره يعني مهرجان في عام بسام منذ 1902 منذ الاستقلال اول خطره درنا المهرجان، كنا نروحوا يعني منا ومنا باه نشوفوا حاجه كيما هي تاعنا، يعني جابت حاجه مليحه صرت مدينه عام بسام كيما راكم تشوفوا يعني لوحه. اتمنى عند معرض اللهله داخل نحن ضيوفين في مسابقه في الشعر، مسابقه في الفيلم القصير. اهلا وسهلا بقناة الخبر في خير بمدينة بوسعادة، مرحبا بكم اينما كنتم واينما وجدتم. راكم هنايا في بوسعادة ان شاء الله تعجبكم المدينة كمرتبة اولى، وهنا في خيمة اجدادي ان شاء الله تعجبكم حسن الضيافة والمأكولات التقليدية سبيتي شخشوخة. وش راح نقول لكم، اهلا وسهلا بكم في كل وقت. انت
كان ابو سعاده معروفه بالزبيطي والشيخ شقر انت يجي ابو سعاده لازم يكون يخش الزبيطي يسمك شقر ما تخش ابو سعاده عندنا ديما ناكل ما نعرف بالطريقه هذه لازم احنا نجي ناكلوا عند الزبيطي ونكملوا طريقنا الاخ هذه اكله تقليديه نجوع على جالها 80 كيلو باش ناكلوها في الويكاند في الجمعة وحكمت علينا الحاجة هذه أكلة تقليدية ما شاء الله ربي لك من الدوسن اللي جانا مهنة قوت وصبعة تعجيب وقصر أنا أبوني هنا في خيمة أجدادي عندهم زبيطي ما شاء الله ماكلة ما شاء الله يقوموا بالمشتري الله يبارك أنا جاي من الجزائر ولاية بوليدة تنصحكم أروح الخيمة أجدادي وذوقوا الزبيطي تحت خويا الزبيطي ما شاء الله واش نقول لك ربي يبارك أنا ملي ثاني باب وحنا ديما ناكل هنا عنده جمرة ولاية بوليدة أنا جينا رجال الزبيطي هنايا والرينوف والبوزلوف باش نجيو ناكلو هنايا في البوسعدة وعنده ماكلة الله يبارك ما شاء الله نسى الله يبارك ما شاء الله وعند الزبيطي يا خويا يا ولا شوالا